أخوة الكرام، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدداً من الفضائل لمن يأتون من بعده من الناس، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم فئاما، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم قروناً عاش فيها أقوام صالحون. ووردت أحاديث أخر أنه مدح أشخاصاً بأعيانهم ليقتدي بهم الآخرون، كما ذكر الله تعالى أشخاصاً، ذكر قصصهم في القرآن من غير الأنبياء ليقتدي بهم الناس، كما قال سبحانه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله. فذكر الله تعالى هذا المثال لرجل لم يكن نبياً مرسلاً، ولم يكن رسولاً إلى الناس، ولم يكن ملكاً مقرباً، وإنما كان رجلاً من الناس حثه الدين على نصرة الحق فأقبل لنصرته ودعا قومه إليه. ولما ذكر الله تعالى قصة أصحاب القرية في سورة ياسين قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام قبل أن يخرج إلى مدين قال جل في علاه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إلى آخر الآيات. فذكر الله تعالى في كتابه أنبياء، لكنه ذكر آخرين لما فيهم من العبرة والعظة للناس. ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم رجل اسمه أوس القرني. هذا الرجل كان في اليمن، وكان يتمنى أن يرحل من اليمن إلى المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان له أم تحتاج إلى رعايته وإلى مجالسته، وكان يستطيع أن يستأجر لها من يقوم بشأنها. إذا كانت تحتاج إلى من يطبخ لها الطعام سيجد من يطبخ لها الطعام، إن كانت تحتاج إلى من يعتني بلباسها وحملها وذهاب بها والمجيء بها، إن كانت عاجزة معاقة فسوف يجد يقيناً من يستطيع أن يصنع لها ذلك. لكن الأم لا تريد أي أحد أن يعطيها الطعام، ولا تريد أي أحد أن يذهب معها ويجيء، ولا تريد أي أحد أن يجالسها إلا ولدها الذي حملته في بطنها وألقمته ثديها وقامت على رعايته وعلى شؤونه وعلى تربيته، فهي تريد مجالسته، تريد شم رائحته، تريد سماع صوته. هذه أمور لا يسددها غير الأبناء. مهما صرفت من مال لوالديك، ومهما جئت لهم بمن يخدمهم، من يقود بهم السيارة، من يجالسهم، من يصنع طعامهم، رائحة الولد وجلسة الولد وصوت الولد يختلف عن غيره من هؤلاء كلهم، فهي أمور ومشاعر نفسية لا يستطيع أن يغطيها غيرك. أراد أويس أن يذهب إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان له أم تحبه وتحب مجالسته، إذا أصبحت الصباح بحثت عنه ليفطر معها ليجالسها، إذا صلت بحثت عنه ليجالسها، فقالت: لا تخرج. قال: إني أريد أن أخرج إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا تخرج. فجلس عندها، فإذا بالوحي يأتي من السماء إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن رجل في زاوية من زوايا البيوت في اليمن، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير التابعين أويس القرني، خير التابعين أويس القرني، له أم هو بها بر. لم يقل هو طويل الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، هو له أم هو بها بر، ويكفيه فخرا أن يكون كذلك. له أم هو بها بر، كان به بياض فشفاه الله إلا موضع درهم عند بطنه، يعني حتى يذكر نعمة الله عليه بهذا. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إلى لقاء ربنا الرحيم جل وعلا، وصار الناس في ولاية أبي بكر ثم في ولاية عمر، وصار عمر يترقب الناس كلما جاء وفد من اليمن جعل يسألهم: أين أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إذا لقيته فاطلب منه أن يدعو لك. فلا زال عمر كلما جاءه وفد من اليمن
من حجاج وغيرهم يقول: فيكم رجل اسمه أويس القرني، أفيكم أويس القرني؟ حتى جاءه وفد فقال: أفيكم أويس القرني؟ قال: وما سؤالك عنه يا أمير المؤمنين؟ هو رجل من عامتنا، يعني غريب أن يهتم به الخليفة، هو رجل من عامتنا، تركناه عند الإبل يرعاها، تركناه عند الإبل وجئنا إليك نحن من الملأ من الناس ومن كبارهم. قال: هو والله خيركم، ادعوا به إلي. وقيل إن عمر ذهب إليه وقال له: ادعوا الله لي. قال: أدعو لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فدعا لعمر، ثم بدأ أمره ينتشر بين الناس، فمضى في غمار الناس فلم